يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم، اهلا بيكم يا دكاترة ومهندسين، ربنا يديكم دايما اكتر من مجهودكم. معاكم محمد اسامة on your best channel be the first، خليك الاول. اعتقد دوت اكتر فيديو ممكن تكون حضراتكم بتدوروا عليه او طلبتوه مننا، ازاي نكتب الاسي، ازاي نكتب المقال. والميزة بقى في الفيديو دوت ان هو ينفع لاولى ثانوي وتانية ثانوي. طبعا قبل ما نبدأ لازم نقول شكر خاص لمستر محمد فوزي ان هو سمح لنا ان احنا نشتغل شغله. طبعا بنشكره جدا جدا وربنا يجعله في ميزان حسناته. ورقة وقلم، let's get started. طيب تعالوا بقى نبدأ يا شباب. علشان تبدأ كده المقال او تبدأ الاسي لازم يكون ايه في دماغنا شوية عناصر كده مهمة، شوية افكار اساسية. اول حاجه احنا لازم نشوف الاسي بتاعنا بيتكلم على حاجه بوزيتيف، نركز كده مع بعض وبعدين نشوف الدنيا ماشيه ازاي، ولا بيتكلم في حاجه نيجاتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني ايجابي ولا سلبي. ولازم بقى نبقى عارفين كمان العنوان بتاعنا، يعني ممكن يجي يقولك اتكلم على الادفانتج، ادفانتجز اللي هي مميزات، لازم اكون عارف عكسها اللي هي ديس ادفانتجز. وكمان عندي كلمة ميريتس، وديت كلمة بيحب يلعب بيها في ثانوية عامة شوية، اللي هي برضو مميزات، وعكسها دي ميريتس اللي هي العيوب. يبقى أول حاجة لازم أشوف الباراجراف بتاعي أو الإيسي بتاعي بوزيتيف ولا نيجاتيف، وأبقى حافظ يعني إيه أدفانتج أو ديس أدفانتج وميريتس ودي ميريتس. خليك أنت بقى ذكي، يعني إيه؟ وخليكي ذكية يعني إيه؟ يعني أنا الإيسي بتاعي جاب لي العنوان بتاعي مثلا زي ما هنشوف بعد شوية. احاول انا على قد ما اقدر اخلي الاسي بتاعي اخلي فيه جانب بوزيتيف وجانب نيجاتيف. يعني مثلا لو جه كلمني عن التكنولوجيا، ما اقعدش بقى ايه افخم في التكنولوجيا ايجابيات بس، لا خليها فيها جزء بوزيتيف وخليها فيها جزء نيجاتيف، مهم قوي. طب ده هيفرق معاك؟ اه هيفرق معاك. تعال اعلمك حاجه كده على السريع. هسيب لكم كمان بالمناسبه لينك في وصف الفيديو كده هو ازاي تكتب مقال كنا عاملينه كده هو السنه اللي فاتت، بصوا عليه بصه كده. المقال او الاسي افضل حاجه فيه ان احنا بنكتبه على نظام باراجرافس. يعني ايه نظام باراجرافس؟ لو هترجع كده براسك ورا كده هو وتفتكر الذاكره في ثالثه اعدادي السنه اللي فاتت، انت كان بيبقى عندك باراجراف. الاسي ما هو الا عباره عن باراجرافين او ثلاثه في الاسي الواحد. طب الباراجراف دوت المفروض يا شباب كل فقره هيبقى من 3 لـ5 سطور بالنسبه لي. طب يا مستر انا مش عايز اكتب كده وعايز اكتب زي السنه اللي فاتت، مفيش مشكله، بس اهم حاجه اول ما تيجي تبدا تكتب هتسيب لي هنا هو مسافه صباعين ايد، الله يبارك لك، يعني مش هتجيب مسافه كبيره قوي. وبعدين تبدا تكتب حوالي 5 سطور كده اهو، السطر بتاعك خلص، هنكمل هنا هنشوف بعد شويه. وبعد كده الفقرة التانية هتبدأ من حيث ما انت ما بدأت، دوت اسمه يا شباب ايدنتيشن، اللي هو ايه بتسيب سيكة كده في الأول، وبعدين تبدأ الفقرة التانية هنا، وبعد كده السطر بتاعك خلص وتبدأ تكمل. هسيب لكم اللينك بتاع الباراجراف أو شكل الباراجراف أو شكل الاسم بالظبط. طيب أدي أول حاجة. في كام عنصر كده هوت لو احنا فكرنا فيهم أو مشينا عليهم هتقدر تحل أي اسي وتجيب كلمات سهلة جدا. طب إيه هما؟ اول حاجه انت لازم تعمل ديفايننج او تعمل التعريف، يعني ديفاين يور تايتل. يعني ايه ديفاين ذا تايتل؟ يعني قال لك تكنولوجي يبقى هنقول ذير ار ميني وايز اوف تكنولوجي، يوجد العديد من التكنولوجيا. طيب مستر هو انا هجيب كلمات منين؟ اتقل بقى مستر محمد فوزي عامل لنا حاجه كويسه قوي، هنشوف دلوقتي. يبقى انت اول حاجه تبدا تعمل الديفينيشن بتاع التايتل بتاعك، تبدا تعرف انت هتتكلم عن ايه. تاني حاجه زي ما قلت هنحاول نخليه بوزيتيف وهنحاول نخليه نيجاتيف في نفس الوقت. ويا سلام بقى، يا سلام بقى تبقى برنس وتبقى برنسة لو عملت لي فقرة إيجابية وفقرة سلبية، ساعتها أرفع لكم القبعة. تالت حاجة ودي مهمة قوي، هنتكلم على أور رول. أور رول يعني دورنا، يعني مثلا قال لك على الانفايرمنت يبقى لازم نتكلم دورنا كبني آدمين أو كبيبول يعني أو كيوست كشباب عن أو تجاه البيئة. جه قال لك البلوشن التلوث، جه قال لك مثلا كلايمت تشينج، طب احنا ايه دورنا في تغير المناخ؟ دورنا في تغير المناخ طبعا الديفورستيشن او ديزرتيفيكيشن اللي هي عمليه التصحر او ازاله الغابات. رابع حاجه وديت مهمه قوي ذا جفرنمنت رول. يعني ايه ذا جفرنمنت رول؟ دور الحكومه. ذا جفرنمنت رول هقول دايما ان الحكومه هيلب امبروف
provide, support, supply, does its best, tries hard وهكذا. هقول دايما ان الحكومة بتساعد بتطور بتعمل مبادرات زي initiative اللي هي decent life initiative، اهي decent life initiative اللي هي معناها مبادرة حياة كريمة. يبقى انا هنا عندي اربع حاجات او نقدر نقول خمسة، هنعرف وبعد كده هنشوف النيجاتيف والبوزيتيف، اكتب عليهم اول رول دورنا وبعد كده دور الحكومة وبعد كده بننهي. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض كده هو الدنيا ماشية ازاي. ديت جمل هتنفع لأي موضوع إيجابي، يعني يبقى الجمل ديت لو هو بيتكلم مثلا على مبادرة معينة، طبعا المبادرة ديت بالنسبة لنا حاجة إيجابية. الجمل اللي هنكتبها ديت مش عايزكم تحفظوها زي ما هي، خدوا منها أفكار أو خدوا منها كلمات وكونها بدماغك. In my opinion، ممكن نغير في مرة ونقول in my view، في رأيي. I would like to say that، طب أحط إيه مكان النقط؟ هنحط العنوان اللي هو جايبه لي، يعني جايب لي مثلا technology, pollution, environment, climate change, sport, tourism، السياحة، أي حاجة. is really important، مهم، and necessary، necessary معناها ضروري، nowadays معناها هذه الأيام، and may have good أهي and positive effects، ولها آثار إيجابية on all of us، علينا كلنا. I think so because أعتقد ذلك لأن، هنحط هنا برضو اسم الحاجة أو الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها. may bring all the good to our society، قد يعود بالنفع على مجتمعنا. حلو قوي. وممكن كمان في النص بقى نبدأ ايه ناخد الجمل ديت. we all agree that، كلنا نتفق، أو there is no doubt معناها مما لا شك فيه. الله، that، وهم حاطط برضو اسم العنوان. is one of the most important things، واحد من أهم الأشياء. in life and has its، كلمة دي مهمة قوي 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 عشان الترجمة، vital role معناها دور حيوي، nowadays هذه الأيام. in my point of view، طيب هنا بقى ايه، يبقى احنا كده عملنا مقدمة خفيفة. مميزات وفوائد الموضوع بقى، لو انت بقى عايز ايه تقعد ايه تمجد او تقعد تقول قد ايه فعلا الموضوع مهم ومفيد. in my point of view، في وجهة نظري، I believe that، او ممكن تغير وتقول I think، سهل على نفسك ذات. وفي النقط دي برضو هنحط مكان او اسم الموضوع. has a lot of good effects، او عايز تغير تقول has many advantages، لي excellent، مميزات كتير. and that we cannot count، وحاجات اهي advantages we cannot count، لا تعد ولا تحصى، ما نقدرش ان احنا نعدها. it causes، causes معناها يسبب. more and more welfare، welfare يا أولاد معناها رفاهية. it enriches معناها تغذي. to great extent إلى مدى بعيد. اختار بقى كلمات زي ما انت عايز واختاري كلمات زي ما انت عايز. طيب ده لو انا هعمل supporting للأيديز بتاعتي، يعني دعم للأفكار بتاعتي. احنا خلي بالكو انا مش عايزكو تاخدوا الكلام بالظبط، احنا بنديكو أفكار. طب دورنا، احنا قلنا من العناصر بتاعتنا our rule، نشوف بقى. we should put in our minds، يجب ان نضع في الاعتبار that، وهنحط اسم الموضوع technology pollution اي حاجة بقى على حسب اللي احنا بنتكلم عليه. is considered، considered معناها يعتبر. an important step، خطوة مهمة. to improve and develop our society، علشان improve معناها يحسن، develop معناها يطور، society اللي هو المجتمع. and this makes the government do a lot its best to encourage، طبعا to encourage us، يبقى دوت. وكمان بيخلي الجوفرمنت اللي هي الحكومة do، بس هنا تبقى does، its best، تعمل، يبذل قصارى جهدها to encourage us، علشان تبدأ ان هي تشجعنا. دي جمل تنفع لموضوع ايجابي. طيب تعالوا بقى لو احنا عملنا ميكس والموضوع ايجابي على سلبي، يبقى هاخد فقرة وفقرة. in my point of view، في وجهة نظري، I believe، دي لو خدت بالكم يا بنات نفس اللي فاتت، that، على حسب بقى. is really، خلي بالي بقى علشان دوت موضوع سلبي، serious او dangerous، خطير. and harmful، harmful معناها مؤذي. nowadays، هذه الايام. and may have bad and negative effects، لو خدنا بالنا دي الصفات العكس اللي كانت من شوية. on all of us، I think so because، أعتقد ذلك لأن، هنقول مثلا هنا pollution، التلوث.
may bring all the evil to our society. قد يجلب الشر إلى مجتمعنا. طيب لو عايزين نزود. We all agree أو there is no doubt. نتفق أو لا يوجد مما لا شك فيه. نقط اللي هو البلوشن أو أي حاجة أو desertification تصحر مثلا. Is one of the most important things in life. واحد من أهم الحاجات اللي في الحياة. And has its vital role nowadays. طيب فاحنا كده ده بالنسبة لي ديت جمل تنفع لموضوع سلبي. برضو بقى بعدها نقوم عاملين ايه؟ نتكلم برضو بنفس الفكرة. هنتكلم على دورنا وبعد كده هنتكلم على دور الحكومة. تعالوا نشوف بقى ايه حاجة كده حلوة. اهو علشان نختم بقى ممكن اقول يا اولاد ممكن اقول to conclude علشان انهي. ممكن اقول to sum up برضو علشان الخص. Finally it's quite clear that. Quite clear يعني من الواضح إلى حد ما that هنا هكتب اسم الحاجة نقط is really فعلا مثلا great عظيم لو هو إيجابي harmful لو هو سلبي in the end في النهاية I wish I had pointed out all the aspects of this subject أحب أكون وضحت كل الجوانب and made it clear وخلتها واضحة. تعالى بقى نبدأ نشوف يعني نموذج كده لبراجراف مكتوب ندردش فيه سوا مع بعض. The advantages and disadvantages of modern technology. مزايا وعيوب التكنولوجيا الحديثة. طيب من المهم زي ما انا ما قلت لكم كده من شوية ان المهم عندي ان احنا نبدأ نكتب ازاي عن طريق الفقرات. تعالى نشوف. انا هنا advantages معناها مميزات. ماشي. وdisadvantages معناها عيوب. modern technology التكنولوجيا الحديثة. يبقى انا هنا بيقول لي بيجبرني ان انا اتكلم على حاجتين على مزايا وعيوب. نشوف. Our life today حياتنا دلوقتي is quite different مختلفة from life 50 years ago. هنا هيعمل مقارنة ما بين الحياة دلوقتي وزمان. Life in the past الحياة في الماضي was very simple كانت بسيطة and easy. ناخد جمل وكلمات نطبقها على اي حاجة تنفع. يعني مثلا لو جاب لك انترنت برضو ممكن اخد الجملة دي. Shopping online ممكن اخد الكلام ده. In the past people used animals to go from place to place. يعني الناس كانت بتستخدم حيوانات علشان تمشي من مكان لاخر. People died from many diseases. الناس ماتت من امراض كثيرة. Which they couldn't cure. ما كانوش بيقدروا يعالج. Cure معناه يعالج. Today. Thanks to. خلي بالي. Thanks to دي اصلا مش معناها شكرا لي. لا. Thanks to دي معناها بفضل. Modern science العلم الحديث أو العلوم الحديثة and technology والتكنولوجيا. There are many inventions يوجد اختراعات which have made man's life easier. الجملة ديت ممكن نستخدمها في أي حاجة أصلا. لو قال لك مثلا نتكلم على the most important inventions أحدث الاختراعات. فهنا بيقول لك دوت خلى حياة الرجل easier أسهل and more comfortable وأكثر راحة. Modern means هنا modern معناها وسائل أو means هنا معناها وسائل. الوسائل الحديثة of transport help us ساعدتنا كتير to travel long distances ان احنا نسافر مسافات طويلة in a very short time. The progress progress اللي هو التقدم in medicine في الطب has enabled us. enable us معناها يمكن. يبقى دوت مكننا to find the cure for most disease ان احنا نلاقي cure علاج for most diseases ليه الأكثر من أو الأمراض الكثيرة. We also have pure water بقى عندنا مياه نقية and electric supply وإمدادات كهربية. However ومع ذلك بصوا هنا نقل من هنا لهنا إزاي. طب استخدم ليه however. يبقى أنا كده أدام هستخدم however يبقى أنا هبدأ أتكلم على الجانب النيجاتيف الجانب السلبي. However modern technology التكنولوجيا الحديثة has several disadvantages ليها عيوب. نشوف. The most disadvantage is pollution. أكتر حاجة طبعا التلوث. Pollution is very harmful to man's life. مؤذي جدا لحياة الناس and can cause يسبب many diseases. أمراض عديدة. Man المرء. Man ديت لو جات لك في الترجمة ترجمها المرء. Man now depends too much on machines. بيعتمد كتير قوي على الآلات. There are a lot of people who can't find jobs. في ناس كتير مش لاقي تلاقي وظائف because we use machines to do most of our work. لأن احنا بقينا نستخدم الآلات علشان تعمل معظم العمل.
many people nowadays now كتير دلوقتي suffer معناها يعاني from stress من الضغط أو worry والقلق. Some people may have a nervous breakdown. ده كده شكل ايه قيسي على السريع بيقدم المزايا وبيقدم العيوب. تعالوا نشوف باراجراف كمان او قيسي كمان بيتكلم على the importance او value of sports أهمية الرياضة. طيب تعال نشوف no one can ignore مفيش حد يقدر يتجاهل. خد بقى ايه كلمات زي ما انت عايز، خدي كلمات زي ما انت عايزة وركبوهم بقى على الجمل اللي انتوا تحبوا تكتبوها بنفسكم. No one can ignore that محدش يقدر يتجاهل ان الجيمز الالعاب and sports are very important in our life مهمة جدا في حياتنا. Sports and games الرياضة والالعاب are encouraged everywhere. خلي بالك الجملة هنا passive يا بنات، يبقى هنا تشجع everywhere في كل everywhere in Egypt في كل أنحاء مصر because they make our bodies strong. هنا بقى نشكر في الرياضة شوية. Prevent us prevent يعني يمنع، نكتب بقى المعاني from getting too fat مش بتخلينا تخان and keep us healthy وتخلينا عندنا صحة كويسة. Games الألعاب and sports make people lead a healthy active life. خلي بالي الألعاب المقصود بها هنا مش بابجي، ها خد لي بالك. يلا make people lead a healthy and active life بيخلي الناس كده يبقى عندها حياة healthy and active life وحياة نشيطة. They can join clubs to practice their favorite sports يقدر join معناها ينضم للنوادي to practice their favorite sports علشان يمارسوا الرياضة الفيفوريت بتاعتهم. enjoy their time ويستمتع بوقتهم and feel great happiness ويحسوا بسعادة عظيمة. sports and games teach our youth discipline الله بيعلمهم النظام او التنظيم. cooperation التعاون the sense of belonging الانتماء and protect them against deviation and taking drugs وطبعا بيمنعهم ان هم يتعاطوا المخدرات. It's important for us to get proper exercise من المهم ان احنا proper exercise معناها تمرين لائق او تمرين مناسب in our life. There are many forms يوجد العديد او الاشكال of exercise للتمارين like running, walking, swimming. It's ready اللي هي كلمة إلخ. It's advisable من النصح to do exercises which are suitable for us ان احنا نعمل كده تمارين مناسبة لنا. The form of exercise I like مثلا is running بحب أجري. This exercise is very useful مفيد for my muscles اللي هي العضلات. It makes my body strong بيخلي جسمي قوي and renews my activity ويجدد نشاطي. We should be keen on. Keen on معناها حريص على. Doing for improving our health. وبرضه في الجزء دوت ممكن نتكلم على دور الجوفرمنت، دور الحكومة. طب الحكومة بتعمل ايه؟ Build sports centers. بتبني ايوه مراكز رياضية. بتشجع الرياضة بشكل عام. تعالوا بقى ناخد اسم مهم قوي عن التوريزم. التوريزم اللي هي السياحة. Why tourism is important for Egypt؟ يا ترى للسياحة مهمة لمصر؟ Tourism is the second earner of a foreign أو foreign currency. Foreign currency معناها اللي هي currency معناها عملة، عملة أجنبية for Egypt لمصر. Millions of tourists حتى جرامر كده أنت عندك millions دي لا تجمع إلا لو جي وراها of. Millions of tourists الملايين من السياح come from all over the world جاي من كل أنحاء العالم to visit Egypt every year يزوروا مصر كل سنة. They come to Egypt for many reasons بيجي لي أسباب عديدة حتى جرامر reason يجي معها for cause يجي معها of. They want to enjoy the warmth of the weather عايزين يستمتعوا بدفء الطقس and visit all ancient monuments ويزوروا كل الآثار القديمة. Tourism السياحة شفت البرجراف التاني بدأ ازاي؟ has many advantages لها مزايا for our country للبلد. It's a main source مصدر رئيسي او اساسي to increase لزيادة الله national income الدخل القومي and develop national economy والله حتى ده لو ما جاش اسي فانت محتاج الاسي دوت اصلا عشان الكلمات اللي فيه اصلا. develop يطور national economy الاقتصاد المحلي. tourists add a lot of money to the income of our country
يضيف طبعا السياحة أو السياح يعني بيضيف الكثير من المال to the income of our country لدخل البلد. They spend money on flights طبعا بينفقوا فلوس على رحلات الطيران, hotels الفنادق, museums المتاحف, restaurants and transport والمطاعم ووسائل المواصلات. This provides ودوت بيزود our country بلدنا with hard currency. Hard currency رجالتنا اللي هي العملة الصعبة. And provides jobs ويوفر, ودي حقيقة, for the unemployed يوفر وظائف للعاطلين. Tourism السياحة is also important to make visitors مهمة جدا لعمل زوار. Know more about our history انهم يعرفوا عن تاريخنا. Culture الثقافة, customs عادات, traditions تقاليد, and language واللغات. بص البراجراف ده ازاي. We should increase لازم دورنا اهو, ادي دورنا اهو, the number of people visiting Egypt every year لازم نزود الرقم او تعداد الناس اللي بتزور مصر كل سنة. By fighting terrorism الجملة دي مهمة جدا, عن طريق محاربة terrorism الارهاب, لكن tourism السياحة خلي بالك. Which is tourism great enemy ودوت طبعا اكبر عدو للسياح. We have to be civilized كلمة مهمة قوي, civilized متحضر اللي جاي من civilization الحضارة. And friendly to tourists ونبقى وددين, مش اللي هو ايه ممكن صورة ممكن صورة ممكن صورة, لا مش لازم يعني. The government الحكومة should set up ادي دور الحكومة, تؤسس, set up معناها تؤسس, modern hotels فنادق حديثة, and offer accommodations at reasonable prices وتوفر كمان اجازات reasonable prices يعني اسعار مناسبة او ملائمة. Last but not least اخيرا وليس اخرا الله. It is a must, هنا a must دي كلمة حلوة اوي, يجب او من الملزم, that we do our best to benefit from tourism نبذل قصارى جهدنا. Benefit from كلمة مهمة جدا معناها يستفيد, from tourism نستفيد من السياحة. تعالوا بقى ناخد اخر اسم معانا مهم جدا, احنا بندي افكار عامة. How we can help to protect and improve the environment ازاي. على فكرة البراجراف بتاع البيئة ده يعني انا شايفه مهم. Environmental pollution التلوث البيئي الله is a very serious problem nowadays يعني مشكلة خطيرة هذه الايام. This pollution هذا التلوث causes great damage بيسبب تلف to the environment and all living things وكل الكائنات الحية. There are a lot of things we can do to preserve the environment ممكن يقول لي preserve وممكن اقول conserve هي معناها الحفاظ على البيئة. يعني يوجد الكثير من الاشياء نقدر نعملها to preserve the environment علشان نحافظ على البيئة. Factories المصانع should be moved to land outside cities لازم كده هو يعني ايه يتم عزلها او تنقل في اراضي outside cities خارج المدن. A great number of trees عدد كبير من الاشجار should be planted يجب ان يزرع along the sides of the roads خلي بالي ممكن ادخل ده في climate change تغير المناخ وممكن ادخله في البلوشن كمان التلوث. Trees taken carbon dioxide طبعا الاشجار, طب ليه هنزرع اشجار؟ لان هي تيكن بتتنفس ثاني اكسيد الكربون and releases وتفرز او تخرج اكسجين. So they help to clean the air طبعا بيساعد ان هو ينظف الهواء. The government الحكومة دورها بقى should pass laws لازم تصدر قوانين to reduce علشان تقلل the number of cars عدد السيارات on the roads. To spread الله حلوة قوي ديت قوي كلمة مهمة قوي to spread awareness لنشر الوعي والله العظيم الاس ديت الكلمات اللي فيها هتنفعكم في الترجمة. To spread spread يعني نشر awareness الوعي among ordinary people بين حتى جرامر among معناها بين ما بين اكتر من اتنين عشان خاطري بقى بليز بقى لايك وشير شير كتير وده قلنا ينفع اولى ثانوي وتانية ثانوي يعني ما فيش اي حجة هو. Among ordinary people بين الناس العادية of the importance لازم تنشر الوعي بين الناس العادية of the importance of حلو قوي ان انت تعملي protecting the environment ان احنا نحمي البيئة. We must teach young children لازم نعلم الاطفال how to keep the environment clean
ده اكسبريشن على بعضه، تعبير على بعضه، ازاي نحافظ على البيئة. if we succeed in preserving اهي جت اهي، او conserving لو احنا فعلا نجحنا في الحفاظ على البيئة. children and the grandchildren can enjoy the world we live in، هيستمتعوا بالعالم اللي احنا فيه. preserving the environment has become a very important issue، بقى موضوع مهم in the modern world. انا كده خلصت. don't forget to like and share. عندك اي جملة او عندك اي جملة محتاجين تتأكدوا اذا كانت سليمة او لا، اكتبوها في الكومنت، هتلاقوني دايما معاكم. اشوفكم دايما على خير، اتمنى لكم اعلى الدرجات. كان معاكم محمد أسامة.